السلام عليكم وعيدكم مبارك. طبعا يا شباب اليوم في معنا شاشة السوناتا 2021-2022. طبعا هذا المسجل الوكالة تم فكها الآن. تركيب شاشة رود ماستر طبعا بهذا المقاس، طبعا كلها شاشة، طبعا ذاكرة 64 رام 4، طبعا آخر إصدار من رود ماستر، كل البرامج تشتغل معاها، طبعا تدعم أبل كار بلاي، اليوتيوب، خرائط الجوجل ماب، كل شيء يشتغل معاها. طبعا ما يميزها ان هي تركب نفس الافياش ونفس برضو تجي مستطيلة بعكس بقية الشاشات او بعكس بقية انواع الشاشات الاخرى او الشركات الاخرى. طبعا هذا تحكم دركسون شغال معنا ما شاء الله تبارك الله، طبعا تلقائيا بدون برمجة بدون اعدادات بدون اي شيء، كل شيء بيشتغل معنا على طول. طبعا تم تركيبها مع تركيب كاميرا خلفية. الآن بنكمل نطبق باقي الديكورات ويعطي خيرها ويكفيه شرها إن شاء الله. طبعا تطبق ما شاء الله تبارك الله حتى الإنحناءات ما شاء الله، التطبيق على نفس الديكور حقة الوكالة، ما فيش أي فوارق، ما فيش أي فواصل. طبعا بنكمل بقية المسامير والتطبيق برضو، نجرب الكاميرا نكمل ونبقي التصوير إن شاء الله.